اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الخاصه. الشاعر الغنائي خالد تاج الدين طمأن جمهور الفنان عمرو دياب بعد حذف كل اغانيه من على قناته الرسميه على يوتيوب، واكد على انها مشكله بسيطه بيتم حلها حاليا. كتب الحقيقه خالد تاج الدين من خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب يعني بوست وقال فيه انه قناه الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط، وانه الكليبات كلها راجعه تاني، وان دي مشكله بسيطه وبتتحل حاليا. ده يعني فيما يخص ما تابعناه مع حضراتكم منذ الصباح حول انه يعني اغلب او كل الحقيقه اغاني الهضبه عمرو دياب تم حذفها من على يوتيوب وايضا بعض التطبيقات. الحقيقه للي مش متابع معانا الموضوع فيعني خلوني اقول لحضراتكم القصه من الاول. الحقيقه انه يعني جمهور الفنان عمرو دياب فوجئ لاول مره باختفاء البوماته الغنائيه التي انتجتها تحديدا شركته من على قناته الرسميه على يوتيوب، ولم يتبقى على القناه غير الحفلات واجزاء كمان منها، بالاضافه لبعض الاعلانات والاغاني القديمه التي لم تكن من انتاج شركته. يمكن الحقيقه الغريب في الامر انه يعني البومات الهضبه اختفت من غير الكشف عن السبب، يعني فجاه فوجئ كافه الجمهور باختفائها، وده دفع يمكن البعض للتفكير في انها ممكن تكون يعني خطوه من جانب الهضبه وبتتعلق بمشروع جديد خاص بالحقوق الرقميه لاغانيه. والحقيقه انه الامر لم يتوقف يعني على قناته على يوتيوب فقط، يعني بل كما ذكرت لحضراتكم شمل ايضا عده تطبيقات، كان منها سبوتيفاي وايضا موقع يوتيوب ميوزك وايتونز. والحقيقه من جانبه يعني لم يعلق الهضبه عمرو دياب من خلال منصات السوشيال ميديا الخاصه به عن سبب اختفاء الاغاني بشكل مفاجئ. يعني ده بالتأكيد مثل ما ذكرنا اللي بوضحه لحضراتكم واللي وضحه الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، واللي قال انها مشكلة بسيطة وبيتم العمل على حلها حاليا. يعني بالتأكيد انه الهضبة عمرو دياب يعني جمهوره واسع جدا في مصر والوطن العربي وايضا في العالم كله، فبالتأكيد يعني فور حذف الاغاني انتشر الحقيقة يعني هاشتاج، وكمان انتشر ترند كبير جدا انه اغاني الهضبة عمرو دياب اتحذف. فالحقيقه ده لاقى تفاعل كبير جدا من كل رواد السوشيال ميديا. فيعني خلوني اقول لحضراتكم انه الشاعر الغنائي خالد تاج الدين طمأن جمهور الفنان عمرو دياب بعد حذف كل اغانيه من قناته الرسميه على يوتيوب، واكد على انها مشكله بسيطه بيتم العمل على حلها حاليا. كتب خالد تاج الدين من خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب بوست وقال فيه انه قناه الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط، وانه الكليبات كلها هترجع مره تانية، وانها مشكله بسيطه وبتتحل حاليا. خلوني اقول لحضراتكم ايضا للي ما كانش متابع القصه من اولها، يعني هعيد على حضراتكم مره تانية تفاصيل القصه. الحقيقه انه منذ ساعات يمكن فوجئ جمهور الفنان عمرو دياب لاول مره باختفاء البوماته الغنائيه واللي انتجتها تحديدا شركته من قناته الرسميه على يوتيوب، ولم يتبقى على القناه غير حفلاته واجزاء منها، بالاضافه يعني لبعض الاعلانات والاغاني القديمه التي لم تكن من انتاج الشركه. يمكن الحقيقه الغريب في الامر انه يعني الالبومات كلها اختفت مره واحده من غير الحقيقه برضو الكشف عن اي سبب متعلق بهذا الامر، وده دفع البعض للتفكير بقى في بعض التكهنات وبعض السيناريوهات المحتمله، في منها يعني توقع ان دي ممكن تكون خطوه من جانب الهضبه وبتتعلق بمشروع جديد خاص بالحقوق الرقميه لاغانيه. لكن الامر لم يتوقف على قناته على يوتيوب وبس، لكن ايضا شمل عده تطبيقات كان منها سبوتيفاي ويوتيوب ميوزك ايتونز. والحقيقه انه الهضبه عمرو دياب لم يعلق يعني من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بي على أي سبب من أسباب اللي ممكن تكون يعني وقف وراء اختفاء الأغاني بشكل مفاجئ. بعيد على حضراتكم مرة تانية أنه ده الأمر اللي أكده ووضحه الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، أنه هي مشكلة بسيطة وبيتم على أو العمل على حلها الآن. يعني دي كانت أبرز الأخبار حتى الآن المتعلقة بالهضبة عمرو دياب وبفكرة حذف أغانيه من على يعني اليوتيوب وبعض التطبيقات. يعني بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم مستجدات الأمر أول بأول من تلفزيون اليوم السابع. بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.